يلقى أسر أمن وطن في هذا اليوم الذكرى الستين لتأسيس مديرية العامة للأمن الوطن. بهذه المناسبة يسعد المنطقة الإفريقية للأمن في الناظور أن ترحب بكم في هذا الحج. خير ما نفتتح به حفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم حارس الأمن عبد العالي أبو المكارم العامل بالمجموعة المتنقلة في محافظة غير النظام رقم 11. السلام على سيدنا محمد وصرف المصلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد عامل إقليم الناظور، السيد قائد منتدى البحرانية العسكرية، السادة القضاة وممثلو الهيئة القضائية، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة ممثلو السلطات المحلية، السادة رئيس المجلس العلمي، السادة
ساد رؤساء المصالح والإدارات الخارجية، ساد البرلمانيون، ساد أعضاء المجالس والهيئات المنتخبة، ساد ممثلو الهيئات النقابية والسياسية، ساد ممثلو جمعيات المجتمع المدني، ساد ممثلو وسائل الإعلام، ساد العملاء والضباط وموظفو الأمن الوطني، ساد متقاعدو وأرامل وإيتام الأمن الوطني، سيدات وسادة الحضور الكرام. إن المنطقة الإقليمية للأمن الناظور وهي تحتفل اليوم بالذكرى 60 لتأسيس الأمن الوطني، لا يغمرها إحساس كبير بالفخر والاعتزاز، وأنتم تشاركون الاحتفالات المحددة لهذه الذكرى الوطنية العظيمة التي نسعى من خلالها كل سنة لاستحقاق التاريخ العريق والمشرف والمشرف في هذه المتميزة السنة الماضية، ثم استشراف المستقبل بنفس جديد عاقدين العزم على بذل أقصى ما يمكن من الجهد في سبيل تقديم خدمة أمنية في مستوى تطلعات المواطنين وانتظارات الساكنة، مستهدفين في ذلك التوجيهات السامية لقائد البلاد مولانا الملك محمد السادس نصر الله وإياه، وفقا لاستراتيجية أمنية محددة في هذا الصدد من طرف السيد المدير العام للأمن الوطني، المبنية في عمقها على حكامة أمنية جيدة غايتها السامية حفظ أمن الوطن والمواطنين من خلال تطبيق التعليم القانوني. فالمنطقة الإقليمية للأمن الناظور تحت الإشراف المباشر للسيد ولي الأمن، ما فتح التبدل بمختلف أطرها وعناصرها العديد من المجهودات حماية لأمن المواطنين وسلامها، ممكن لإيقاف أزيد من 11500 شخص من أجل جرائم مختلفة، من بينهم 4500 شخص مبحوث عنه، كما تم حجز حوالي 400 كيلوغرام من مخدر الشراء، 537 غرام من المخدرات القوية، 174,137 قوس مغلوس، 236 كيلوغرام من مادة الكيفو مشتقاته، 17,490 وحدة متنوعة من الخمور، 170 سيارة في وضعية غير قانونية، بالإضافة إلى العديد من العمليات النوعية المشتركة إلى جانب المصالح الأمنية الموازية والتي مكنت من تفكيك عصابات إجرامية خطيرة وإيقاف أشخاص متورطين في جرائم مختلفة، والتي كانت محط متابعة من طرف الرأي العام وكذا وسائل الإعلام على المستويين المحلي والوطني. وفي مجال تنظيم السير والجولات فقد تم ضبط ما مجموعه 12,630 مخالفة مرورية واستخلاص حوالي 7,600,000 درهم كغرامات صرفية، كما تم إيداع ما مجموعه 2,800 عربة من مستودع البلد. هذه الإحصائيات التي تسجل منطقة الإقليمية للأمن الناظور أغلبها لأول مرة لهي دليل واضح على جسامة المجهودات المبذولة من طرف النساء ورجال الأمن الوطني على اختلاف رتبهم ومسؤولياتهم، وكذا على صدق النية والعزم المعقولين في سبيل نهوض أمثل بمهامنا الأمنية على مدار الساعة حماية الأمن رعاية صاحب الجلالة نصره الله وإياه رجال الإقليم. سيدات السادة الحضور الكرام، وعيا من المدير العام للأمن الوطني بأهمية عنصر البشري باعتباره العمود الفقري لأي قطاع أو تطوير، فقد عملت على إياء أهمية متزايدة لتأهيله بما يتمشى وخلق شرطة مهنية تعمل وفق أحدث الطرق والأساليب العلمية، حيث تم خلال هذه السنة على مستوى المنطقة الأمنية مواصلة تلقين مجموعة من دروس التكوين المستمر الأسبوعية لجميع الموظفين قصد الرفع من كفاءتهم المهنية والمعرفية في مختلف مجالات وميادين تدخل الشرطة، كما تم أيضا إخضاع مجموعة من الأطر والعناصر للتدريب المهنية داخل أرض الوطنية وخارجها لإكسابهم معارف ومدارك وطرق عمل جديدة، كما تم أيضا تعزيز العديد من المصالح للمعدات والآليات خدمة لهذه الغاية. وفي سياق الاهتمام بالعمل الاجتماعي لفائدة الشرطيين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، فقد أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الاتفاقيات والشراكات الحادثة إلى العناية بهذا الجانب، التي نذكر بها على سبيل المثال الحصر مجالات الصحة، السكن الاجتماعي، القروض، النقل وكذلك التأمين. سيدات والسادة ضيوفنا الأفاضل، إن المديرية العامة للأمن الوطني وإيمانا بها بأهمية التواصل باعتباره لجنة أساسية وحجر الذنب في التأسيس لشرطة مواطنة ومجتمعية منفتحة على محيطها، فقد نشأت سلسلة من الخطوات والمبادرات الهادفة في مجملها بتعزيز التواصل
مع المجتمع المدني بمختلف مكوناته. هذا الملك محمد السادس نصر الله وأيده على ثلاث موظفين عاملين بهذه المنطقة الإقليمية للأمن بأنصبة ملكية شريفة، تقديرا لما أجزوه خلال مشواره المهني من خدمات وتضحيات جسام في سبيل أمن وسلامة العباد والبلاد. سيتفضل السيد عامر صاحب الجلالة على تكريم الناظر بتوشيحه لا يرجو من الله سواك أدى اليمين أن يخلص العمل، أن لا يكون الوطن وأن يتحمله. مستعد يتحدى السهل والجبل، يبعد الأذى حرمة الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت القائل سبحانك ادعوني أستجب لكم، والقائل سبحانك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنا نتقرب إليك اليوم بهذا الدعاء فندعوك أن تستجيب لنا دعواتنا. اللهم استجب دعواتنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما. اللهم اجعل لقاءنا على دينك، على خيرك، على فضلك. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الرجال الذين يحتفلون اليوم بالذكرى 60 لتأسيس هيئتهم، اللهم إنك تعلم أنهم حراس أمنك في هذا الوطن العزيز. اللهم احفظ ظهورهم، اللهم فتح جنوبهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم قو شكيمتهم. اللهم إنك تعلم أنهم عيون حارسون لأمن هذا الوطن. اللهم فاحرصهم، اللهم فاحرصهم، فاجعلهم دائما عيونك التي لا تنام. اللهم سمع ما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به ذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده صاحب سمو الملك الأمير مولاي الحسن القاضي الملك الشيخ إنه سمع المجيب. نلتزم استرحابا بكم ويا الحضور الكريم استحب الشيخ محمد بهذه المناسبة.